السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا الى اسطنبول أستانا مركز الفنون الاسلاميه اعتقد هذا اختيار جيد يعني لهذا الاجتماع انا ابدا اولا في رايي في مقاصد الشريعه يعني أعتقد أنه يمكننا أن نختصر المقاصد الخمسة والستة إلى مقصد واحد وهو حفظ العمران هذا فكر ابن خلدون وأن أتبعه في فكره هذا وهو يقول يعني مقصد الدين والشريعة هو حفظ العمران وهو يقصد بالعمران الاجتماع البشري أو المدنية كما يسميه الحكماء، نعم فمن هذا المنطلق الشريعة تهدف حفظ الفنون أيضا في المجتمع، والفنون يساهم في حفظ المقاصد وخادمة لحفظ المقاصد يعني خادمة في حفظ الحياة والدين والعقل وإلا الاشتغال بين يكون شغل تافي نعم فأنا إن شاء الله أقدمكم كتاب تذكرة البنيان لمعمار سنان هو لم يكتبه ولكن أملاه على طالبه ساعي شلبي وهناك قسم في هذا الكتاب المهم يتكلم عن الرموز سيمبلز في جامع السليمانية فأنا أتكلم كثيرا عن هذا ولكن في البداية أنا أريد أن أن أتكلم قليلا عن كيف هو يرى أثره هو رؤيته لم يكن يعني بنائي فقط بل هو يرى أثره كأثر الفني أثر فني وقارن أدبه أثره بالآثار الأدبية وفي هذا الوقت في تأويل النصوص أو الكلام الأدبي العثمانيون اتبعوا منهج مراتب المعاني لكل نص أدبي كان هناك معاني كثيرة أكثر من واحد يعني أحد أصدقائي كتب كتاب أخيرا هو أظهر أن الشيخ قالب أدرج ثمانية طبقات من المعاني في كتابه حسن عشق يعني ثمانية مراتب في المعنى في نفس النص فمعمار سنان أيضا اتبع نفس المنهج وأدرج معاني كثيرة في الرموز هو استخدم في جامع السليمانية ف مراتب المعاني يعتمد على مراتب الوجود ومراتب العلوم ومراتب الحقائق فالانسان لما يقرا النص الادبي يفهم شيئا مناسبا لحاله ونفسانيته ومرتبته والشخص الاخر ممكن يفهم شيئا اخر المهم هنا الواحد يجب ان يجتنب من الارجاعيه لا يناسب ان يقول هذا هو المعنى فقط هو يقبل احتمالات اخرى في مراتب المعاني الاخرى هناك ثلاثه مراتب للمعاني اولا المعنى الظاهر المعنى الباطن وايضا معنى المعنى هذه نظريه مشهوره انتم تعرفون انا اختصر في هذا آه، نعم، فللمعماري الإسلامي هناك جانب وظيفي وهناك جانب فني المعنوي، هذا يبدأ من الكعبة آه، هذا أول أثر معماري له آه، لها وظيفية ومعنى في نفس الوقت فكثير من العلماء يعني أه علّقوا على معنى الكعبة لماذا شكله هكذا أه نعم ف أنا إن شاء الله أقتبس من كتاب أه تذكرة البليان لما أتكلم عن الرمزية أه في جامع السليمانية أه أنا لا أتكلم عن الجانب الوظيفي البنائي المادي في جامع السليمانيه ولكن سأتكلم عن الجانب المعنوي آه، الفني آه، الرمزي آه، وطبعا هذا مبني على مراتب المعاني ان شاء الله سنرى ان معمار سنان آه، اعطى معاني كثيره آه، لنفس الرمز اولا هو يقول آه، في كتاب تذكرة البنيان أحيانا نسر أحيانا شعر يعني هو يحكي هذا هناك شعر يقول كسبه بعشق شيرين نفوذه في الحجر انظروا إلى فرحات وهو حافل للجبل والحجر فرحات وشيرين هذا قصة عشق إيراني مشهور وفرحات هو عاشق وحفر حفر نفق من جبل حتى يصل إلى معشوقه طبعا هناك رمزية في هذه الحكاية أيضا وهو يقارن عمله بعمل فرحات فيقول ذو الروح يعطي روحا بالمحنة لفنه اعتقد هذه الجملة مهمة جدا يعني ذو الروح يعطي روحا بالمحنة لفنه الذي لا يوجد عنده روح لا يستطيع يعطي روحا نعم يجب ان يكون المعماري ذو الروح حتى يستطيع يعطي روحا لعمله وهذا اذا يقتضي المحنة يعني التعب والمشقة أه, أه, أه، نعم ذو الروح يعطي روحا بالمحنة لفنه كلما جاء على رأس العمل أستاذه يعني أه, أه من هنا أه نفهم أن أه, أه بناء هذا الجامع أه مبني على المحبة لله تعالى أه, العشق الإلهي أو المحبة الإلهية لذلك هو يقارن عمله بعمل فرحان وأيضا هو يقارن الجامع بالعالم وهو يقول أنا شيخ دار ضيافة العالم يعني العالم مثل دار الضيافة لله تعالى هو يستضيف خلقه هو يستضيف البشر في هذا العالم بنى كدار ضيافة وهو يقول أنا شيخ دار ضيافة العالم، نعم، ويقارن الرمزية في الجامع بالعالم، يعني هناك قبة مثل السماء، وداخل الجامع مثل العالم، كما تكلم عنه الدكتور قبلي مراتب الوجود آه يعني وضح بشكل رمزي آه في آه في في الجامع هناك مقارنه في هذا وايضا هو آه يقارن الجامع بالكعبه وهو يقول اصبحت الكعبه مصدر الهام للجامع نعم آه ف, آه ف آه ابعاد الجامع مضعف ابعاد الكعبه يعني بشكل رمزي هكذا وضحها نعم ف, ف... يعني وظيفيا ايضا الجامع محل عباده الله تعالى مثل الكعبه وهو ايضا يقارن الجامع بالامه ويقول الخلفاء الأربعة دعائم أربعة يعني يقارن الدعائم الأربعة مثل الخلفاء الأربعة والقبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هو يقول بناء الجامع يمثل رمزيا بناء الإسلام هو يقول بني الإسلام على أربعة أركان يعني وهناك أربعة أعمدة وكلمة التوحيد أو كلمة الشهادة هذه قبة يعني مبني على هذه الأركان الأربعة نعم وأيضا يعني الكثرة والوحدة يعني بشكل رمزي معمار سنان اظهره في عمله في النتيجه هذه الكثره يصل الى الوحده في القبه. نعم. والقبه يجمع الجميع تحته. نعم. وايضا معمار سنان يقارن جامع بالجنه. يقول الجامع الجنة يعني الجامع العالم الجامع الكعبة الجامع الجنة يقول الجامع نموذج مقام مريح للفؤاد مثل الجنة نعم يعني لما واحد يدخل الجنة يكون قلبه مرتاحا فنفس الشيء في الجامع فطبعا وضع ماء في في داخل الجامع هذه رمزيه لماء الزمزم في الكعبه وايضا حوض الكوثر في الجنه فايضا يعني الالوان من النوافذ هذا مثل حركات الملائكه في الجنه يوحي الى الانفس ان مثل حركات الملائكه في الجنه فهناك رمزيه اخرى أن الإسلام جمع الأديان القديمة والحضارات القديمة في في نفسه، وهذا بطريقة رمزية في اختيار الأعمدة. هناك أربعة أعمدة، واحد جاء به من إسكندرية، حضارة مصر. الآخر جاء به من اسطنبول هذا حضارة روما بيزنطية هذا هذا الحجر يسمى حجر آنسة حجر الآنسة يعني كان في فوقه هيكل آنسة فأيضا واحد من بعلبك والآخر من قصر عثماني كان الجامع جمع جميع الحضارات القديمه في نفسه هذا حضاره اسلاميه يجمع جميع الحضارات ويرثهم ويبني آه عليهم ويتطورهم هذه ايضا آه رمزيه لان هدف العثمانيون آه نظام العالم هم هكذا آه يعني آه افادوا آه هدفهم نظام العالم يعني نظام آه في جميع العالم نظام اسلامي في جميع العالم آه ولهذيك ولذلك جمعوا جميع الحضارات يعني في جامع السليمانية ف الجامع الكون يعني يمثل الكون فالقبة مثل السماء وفي في القبة مكتوب الآية من القرآن الكريم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم هذه الآية مكتوبة في القبة. فهذه الخطوط أيضا فيه رمزية. يعني أحيانا يعني في القبة النصفية نصف الآية هنا ونصف الآية في القبة الثانية في مقابله. هذه الخطوط بطرف الخطاط المعروف قره ساري وكان احسن خطاط في هذا الوقت ف وايضا اختيار الرخام هو يقول يعني منظر الرخام الزاهي يعكس الجمال السرمدي لموج البحر يعني كان يعني الجنه ابدي والجامع أيضا يبقى أبديا بهذا الطريق، وهو أيضا يقول في كتابه: إن النوافذ هي مرآة تنظر بها إلى العالم، والنافذ والنوافذ أجنحة الروح الأمين، يعني لأن يعكس فيه ألوان مختلفة وأيضا هناك إشارات بحساب أبجد هذا قصة طويلة ولكن أه 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 أتكلم عن شيء واحد أه لدى الاطلاع الدقيق على عمارة الجامع وعناصرها بطريق حساب الأبجد نرى مقابلها رموزا دينية فمثلا إن ارتفاع الدائرة السفلي للقبة 45 ذراع وارتفاع علم القبة 66 ذراع بحسب الأبجد يقابل هذا 45 كلمة آدم هذا السفلي و66 لفظة الله يعني العلاقه يعكس في هذا نعم لذلك ان لذلك نرى ان المهندس المعماري سنان طبق ما ورد في بيت الشيخ غالب المولوي ليحقق التوازن بين القبه والارضيه وشيخ غالب هو الذي عاش في نفس الوقت هو يقول انظر إلى ذلك باستحسان فإنك زبدة العالم، صفة العالم، أنت سواد عين الكون. آه، نعم، فهذا الاقتباسات القصيرة من كتاب تزكية البنيان آه، يدل على أن آه، نعمار سنان آه، أعطى آه، معاني كثيرة لرمز واحد لانه كان يتبع منهج مراتب المعاني وهو نفسه فسر هذه المعاني وهذا الكتاب اعتقد كتاب قيم لاننا لا نتفلسف يعني انفسنا يعني ماذا يعني هذا وماذا يعني هذا هذا كلام مباشره من المعماري نفسه آه فهناك دراسه يعني للجانب الوظيفي البنائي للأثر المعماري وهناك أيضا آه للجانب المعنوي لأنه عندنا الكلام لفظ ومعنى الكلام لفظ ومعنى اللفظ الظاهر والمعنى الباطن والبناء المعماري أيضا بناء ومعنى بدون معنى لا يعد فنا ولا معماريا بل هندسة وظيفية فقط شكرا شكرا دكتور رجب حضرتك انتهيت في الوقت بالضبط تعقيب الدكتور إبراهيم غانم بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أنكم يعني توافقونني أن من غير العدالة أن أعقب على لوحتين فنيتين ارتسمتا في هذه الجلسة من استاذنا الدكتور احمد مصطفى واخي وصديقي الدكتور رجب شام ترك والا ساشوش على ما قدمه. لا هو تعقيب ولا لا هي تعقيبات ولا هي ملاحظات ابدا فقط بعض القراءات او الخواطر التي عنت لي اثناء الاستماع اليهما. الاولى الحقيقه هي سؤال عملي بحت. لعله طرأ في ذهن كثيرين منا اذا كانت هذه الدقة الشديدة في تفصيلات الحرف والنقطة ومعانيها كما تفضل الدكتور أحمد وهذه الأبعاد العميقة والمراتب المعاني المتسلسلة المنطقية كما في كتاب أحكام البنيان وفي هذا الأثر العظيم يعني ماذا عن احوالنا الان؟ ماذا عن العماره الان في اغلب بلداننا العربيه؟ هل هناك اناس يجلسون ويفكرون بهذه الطريقه عندما يقررون بناء عماره مثلا او مسجد او مدرسه او اي هذا سؤال مجرد سؤال يعني لان هذه نقطه، اعتقد ان الاجابه عليها تكمن في ان العظمه الفنيه، هذه العظمه الفنيه هي سبب ونتيجه في الوقت نفسه للسياده المدنيه السياده المدنيه والحضاريه للامه وبالتالي عكس عكسها شيء طبيعي جدا يعني ف يعني لا لا اريد ان استطرد كثيرا في هذا والا كما قلت لكم ساشوش كثيرا على باثاره هذه الأشجان والاحزان التي نراها في بلداننا القبح في كل مكان حقيقه يعني نقطة أخرى خاصة بهذا الأثر المعماري الخالد هو المسجد السليمانية بهذا التصوير الذي قدمه أخي الدكتور رجب حفظه الله وكما هو في الواقع أغلبنا ربما زاره وصلى فيه حتى نفهم بعض الأبعاد لابد أن نضعه في إطار أو في سياق مقارن هذا اثر حضاري بكل تاكيد. يعني ابن ابن شرعي للحضاره الاسلاميه وفكرها وفلسفتها وعقيدتها و انما من الناحيه العملياتيه هناك شيء غريب جدا. هذا هذه مقاوله كبيره جاءت بالامر المباشر بلغه العصر من راس الدوله في ذلك الوقت وهو سلطان سليمان القانوني. جاء لاعظم مهندس موجود واعطى له مقاولة عظيمة جدا وتبدو مربحة جدا صفقة صفقة هائلة يعني في ومع ذلك حذره وهدده بأنه إن لم تفعل في وقت معين سيكون هناك كلام آخر يعني بما معنى هناك تهديد مبطل ما الذي يجعل مهندسا كبيرا يقبل هذه المخاطرة الإجابة كما قدمنا هناك روح عنده روح هو كتب بنفسه عنده روح وعنده رؤية إيمانية ورسالة ويريد أن يخلد هذا الأثر في التاريخ وفي يعني موروثات الحضارة في عصرها الحضارة الإسلامية في العصر العثماني إذا قرنا أيضا ببعض نلاحظ أن اسم المعمار السنان خلد هو الآخر يعني حتى الآن يعني اسمه يذكر مع جامع السليمانيه مع السلطان في نفس الوقت لناخذ اثرا خالدا ايضا ولكنه لا يظهر منه الا اسم الملك فقط مهرا مثلا خوف لا نعرف من المهندس الذي بناه حقيقه ولا نعرف كم التضحيات والناس الناس الذين ماتوا من العمل بالسخرة حتى يبني هذه المقبرة هذه مقبرة والمقارنة بين التأمل في أثر فني مثل مسجد السليمانية يطرح في النفس الطمأنينة والراحة والأبعاد التي تحدث عنها أما التأمل في أثر آخر وهو حضاري أيضا ربما من نزل في عمق الهرم يشعر بانقباض في النفس وضيق في التنفس فعليا ثم يعني تنطرح لدي اسئله كثيره جدا عن جدوى هذا العمل من الناحيه العمرانيه ومن الناحيه الوظيفيه ومن الناحيه الجماليه ومن نواحي كثيره جدا ومن الناحيه الانسانيه وهذا شيء مهم جدا نقطه اخرى خاصه ب كيف ظهر هذا الاثر الى الوجود هناك سلطان عظيم وله همة عالية ومهندس قل نظيره وأديب وشاعر وخطاط كبير الخطاطين وعدد غير محدود من العمال المهرة والصناع المهرة وكلهم على قلب رجل واحد ومن منطلق واحد وبرؤية واحدة بمن فيهم غير المسلمين الذين تحدث عنهم صاحب أحكام البنيان او تذكره البنيان. هذه العناصر البشريه حتى هي التي في رايي هي التي مكنت او احد الاسباب التي مكنت المعمار سنان ليقول عبارات عبارته الرائعه حقيقه وهي انا شيخ دار ضيافه العالم لانه استجمع كل هذه المعاني وكل هذه الرمزيات وكل هذه الخلفيات وكل هذه الرؤية الايمانيه التي انطلق منها وسجلها دكتور رجب في 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 هذه اللوحه الحقيقه هي تدخل ما, ما كتبه عباره عن فقره حوالي سبعه اسطر تدخل في صميم ما نسعى اليه وهو بناء وتأوى وتأوى وتاصيل نظريه اصيله للفن الاسلامي. هذه السبعه اسطر تدخل مباشره في هذا الموضوع وفيها عده عناصر العنصر الاول هو هذه الرؤيه الايمانيه ثم التضحيه الاستعداد للتضحيه لانه كان مهدد بالفعل على حسب الروايه التاريخيه والإتقان والإحسان أنه يقول وزعت وأمرت وضبطت وكنت أمر وكنت أفعل كذا وأنه له فائدة له ولجيله وللأجيال من بعده و يعني هذه العناصر عندما تجتمع في لحظة يعني صعود حضاري أو قوة حضارية يظهر مثل هذا الأثر الكبير هناك نقطة خاصة في التأويل يعني عندي بعض التساؤلات فيها الدكتور رجب تكلم عن يعني تأويل المعنى وأنه له أكثر من طبقة وأكثر من مرتبة في التأويل العثماني هو ذكر كلمة التأويل العثماني وحاول أنا لم أفهم حقيقة هل كنت تريد أن تثبت أصالة نسب هذا التاويل العثماني للتاويل الاسلامي في الحضاره الاسلاميه بشكل عام ام انك كنت تحاول ان تكشف عن وجه خصوصيه في التاويل العثماني كان لهم خصوصيه في هذا المجال ان كان الاول فهو امر يعني ليس فيه جديد يعني معروف الى حد كبير اما الثاني فهو مهم جدا وانت بالفعل دخلت فيه وناقشت يعني او تكلمت عن نظريات التأويل في الحداثة الغربية وكذا، وأنا أختلف معك فقط في نقطة صغيرة وهي أنك قلت أن نظريات التأويل الحداثية في الفلسفات الغربية المعاصرة، الحديثة والمعاصرة يعني تقف عند المستوى الظاهري ولا تتجاوزه إلى المرتبة الباطنة، هناك بعض الاجتهادات وبعض الأفكار تتجاوز في هذا الموضوع وان برؤيه مختلفه ومسلمات اخرى مختلفه. آه لا 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 استطيع ان انهي هذه الخواطر او الخاطرات دون ان اشير الى آه ايضا ابن خلدون. ابن خلدون في المقدمه يقول ان آه اول صنائع العمران هو العماره او البناء أول صناع العمران في تاريخ الإنسان على الأرض، وهذه نقطة مهمة جداً، وإحكام و و و هو يقول صناعة البناء ومعرفة العمل في اتخاذ البيوت والمنازل للسكن والمأوى للأبدان في المدن هذه أول صنائع العمران ولذلك هو استجمع مسألة مقاصد الشريعة بمنظور اجتماعي حضاري تمدني وقال أنها بالفعل هي المحافظة على العمران وحفظ نظام العالم كما عبر كثيرون من علماء العصر العثماني ومنهم معمار سنان وغيره. النقطة الأخيرة مسألة وراثة الأديان أنه عندما انتهى وقال أن كأنهم كأن السلطان والمعمار سنان ومن معهما يشعرون أنهم ورثة الحضارات السابقة والأديان السابقة. لأن واستنبط بأن في هذا يعني علاقة سليمة وسلمية ومتحضرة بميراث البشرية من الحضارات والأديان وأنا أعتقد أن هذه نتيجة عميقة الدلالة ومهمة جدا لا لأنها تتكامل في الحاضر كما ذكر فقط وإنما لأنها تتكامل أيضا في المستقبل حيث أن الإسلام ليس لا يصبح فقط هوية ذاتية لمن يؤمن به ويعتقد به وإنما يصبح أيضا وعدا للبشرية كلها للعالم كله بمستقبل نهائي يجتمع فيه الحق والخير والجمال أو التوحيد والإحسان والجلال وشكرا لكم السلام عليكم شكرا يا دكتور إبراهيم أنا سأفتح المجال للقاعة دكتور جميل بسم الله أعطي مثال عن جامعة السليمانية وأهمية المقاصد في ربط السستينابيليتي التنمية المستدامة بالمقدرة المالية بالتخلف وبالتقدم العمراني في الأول قلت أنه التخطيط ثلاثة أنواع قلت النوع الأول علاقة الإنسان بربط التخطيط نفسه فالظاهر أن التوجه في بين الفقهاء الكرام وهذه فرصة جيدة لفقهاء بارزين يتوجهوا إلى طريق آخر ممكن إذا قبلوا هذا الاقتراح انه السماع وكذا علاقه بين الانسان وربه، والله يغفر. الاشكاليه هي في النوع الثاني من التخطيط عندما يخطط الانسان للاخر. والذي سيحدث في هذه الحاله في نوع من السيطره من الدول على الافراد من خلال مثلا تعريف المصلحه العامه من خلال المقاصد فيعرف المصلحه العامه هي كذا 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 كذا. لتحقيق هذه المصلحة هنا يأتي السؤال طيب اتفقنا على المصالح وقلنا هذه هي واتفقنا على المقاصد وقلنا هذه هي ثم ماذا يأتي بعد ذلك تنفيذ هذه المصالح تنفيذ هذه المقاصد التنفيذ إيه هو إذا قلنا الموسيقى حرام ولا حلال ولا هذه علاقة بالإنسان وربه المهم هي ما تدخل وتصير أداة في يد الدول اللي سيطر على الناس الذي حدث الآن أضرب جامع سلامينيكا مثال إذا سقت السيارة من هنا إلى طرابزون سبحان الله نفس المسجد نفس النمط تكرر هذا يدل على ماذا؟ هناك نمط بنائي حب الأتراك وإنسان يشعر بروحانية أنا حقيقة حب المسجد العثمانية إنسان يشعر براحة كبيرة وصل الأتراك إلى منطقة يعني قبول قصوى لا, لا يريد تغيير هذا النمط الآن إذا السلطة عندها مال وأخذنا هذا المسجد وضعناه في منطقة ثانية دمشق مثلا كتاب زميلنا بعض المساجد العثمانية في دمشق ما الذي يحدث؟ هنا في هذه الحالة الذي يحدث أن الناس قد ينبهروا بهذا المسجد ويعيدوا بناءه أو بناء بعض أجزائه هذا المسجد هو مناسب جدا لتركيا ومتقن لكن هناك قد لا يكون متقن وهذه تؤثر في في التنمية لماذا؟ لأن الناس لما يبنوا إذا حسب المقاصد وحسب الشريعة أطلقت أيدي الناس عندما الناس يبنوا بأنفسهم من خلال تجاربهم باستخدام المواد المحلية باستخدام مقدراتهم يظهر نمط معين ثم يتطور ثم يظهر مسجد آخر غير المسجد الموجود مثلا في تركيا وقد يأتي يوم من الأيام وشخص غير هذا المسجد فالقضية يا إخوان أدعو زملاء الفقهاء كبيرة جدا جدا ومهمة جدا 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 لماذا؟ لأنه من خلال المقاصد تمكنت السلطات من السيطرة على كل القرارات وبالتالي ما الذي حدث؟ تخلف كبير لأن الناس قيدت أيديهم أنا أضع تحدي هنا لإخواني الفقهاء وما يزعل مني أنا أبغى منكم تعطوني فقط فقط اجتهاد واحد باستخدام المقاصد كان في صالح العمران أنا ما أتحدث أنا لست فقيه أنا ما أتحدث عن قضايا الفقه الأخرى فقط في العمران أريد مثال واحد لإجتهاد أدى لمصلحة العمران ولم يكن هذا الإجتهاد في يد الدولة كسلطة لتغيير الأمور للأسوأ هذا تحدي أرجو أنكم تقبلوا أنتظر أنا موجود هنا لبكرة واحد يقول لي والله يا جميل تعال امسكني برا تعال أنت مخطئ هذا الاجتهاد هو كذا 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 هذا في مصلحة العمران لأن وجدت من البحث ثلاثين سنة أن الإسلام في الحقوق أتى مكتمل ويطلق أيدي الناس لأقصى حد ممكن للإنتاج والابتكار والإبداع و وا 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 وا. أتوا الفقهاء بحسن نية لأن العلماء في التخطيط والعمارة قالوا لهم لا ما يصير كذا ما يصير كذا ماذا فعلوا؟ تنازلوا وتغيرت الأمور للأسوء شكرا جزيلا شكرا. دكتور عبد المجيد عندي استفسار عني. دكتور رجب الأخص الأول يتعلق بما تكلم فيه من مراتب المعاني، المراتب الثمانية، ومن بين ما قال لأن النص قد يفهم منه كل قارئ ما لا يفهمه آخر، فأردت استي... أن توضح للنقطة لماذا لأن عندي تخوف وخشية من نحلة جديدة خرجت عندنا الان في بلاد العربية والاسلامية هي تلك التي يسمونها بتعدد المعنى وبالاخص في النص الديني تعدد المعنى في القرآن، تعدد المعنى في السنة والغرض منها اسقاط الموضوعية في هذا النص الديني بحيث يفهم منه كل كل قارئ إن ما يفهمه وحده ولا يلزم غيره بفهمه فهذا تخوفي هو اللي جعلني افعل استفسر النقطة الثانية او الاستفسار الثاني على ذكر ابن خلدون ابن خلدون في تعليقه على الفن المعماري الاسلامي فيما يتعلق بأن المسلمين لم يبنوا المباني العظيمة الكبيرة مثل الأهرامات أو مثل البنايات الرومانية قال ما معناه أن العرب أن المسلمين لم ما معناه أن همتهم العمرانية لم توصلهم إلى أن يبلغوا هذا المبلغ من عظمة العمران وعظمة البنيان هذا في المقدمة وأنا علقت عليه على جلالة قدره فقلت ان هذا ليس من الروح الاسلاميه لان الروح الاسلاميه في الفن المعماري هي متجهه الى عدم التطاول في البنيان وربما جواب لا او جزء من الجواب للاستاذ الذي طلب منذ حين هو ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راى الصحابه والمسلمين في الشام وفي العراق يبنون بنيانا عالية أعطاهم بعث أرسل إلى عماله بمنشور يمنعهم فيه من التطاول في البنيان ولا يخفى ما للتطاول في البنيان حتى الذي نراه اليوم من آثار سلبية ليس فقط على البنيان المجتمعي أو البنيان المجتمعي بل حتى على البيئة نفسه فمن عنده علم في هذا يفيدنا دكتور أحمد الريسوني بسم الله والحمد لله كلامي مكمل لما يثيره الدكتور عبد المجيد النجار في الصباح واليوم وأبدأ فأقول إن الشاطبي في بداية كتاب الموافقات قسم المقاصد قسم المقاصد إلى قسمين قسم مقاصد الشارع وقسم مقاصد المكلفين وفي الصباح كان تساؤل أين المقاصد هل هذه مقاصد الشريعة وأنا أقول هذا المساء بالخصوص وأشكر الأساتذة جميعا أتار عندي عنوان أو مصطلح أن نتحدث أو أننا فعلا نتحدث الآن عن مقاصد الفنانين المسلمين ومقاصد المبدعين المسلمين بعد ذلك لنا أن ننتقل في البحث ما مدى مطابقة مقاصد الفنانين المسلمين والمبدعين الكبار في الإسلام لمقاصد الشارع أما الحديث اليوم مقاصد الخطاطين والمهندسين وغيرهم فعلا هو حديث عن مقاصد الفنانين المسلمين كيف فكروا وماذا قصدوا بخطوط وتفسيرات للخطوط العربية وللرسم العربي ولل وماذا أرادوا بالبنيان وهندسته وأشكاله وخطوط إلى آخره ف المهم على كل حال هذا حديث عن مقاصد الفنانين والمبدعين والقرافي يتحدث عن مقاصد العلماء في كلامهم ايضا هو امر يجب الانتباه اليه وليس وليس بالضروره مطابقا قد يكون مطابقا الى حد ما او غير مطابق لكلام الشارع كذلك مما تكمله لما ذكره الاستاذ عبد المجيد من اتجاهات معاصرة آنية في في التعامل مع القرآن الكريم وهو اسقاط المعنى في الحقيقة، تعدد المعنى ليس له معنى إلا اسقاط المعنى، تعدد المعنى القول بشرعية تعدد المعنى وتعدد مفتوح وتعدد لا حد له هو طريقة لإسقاط المعنى أنا أتساءل أولا ما ذكره الأستاذ الكريم دكتور احمد عن قضيه القران الكريم جمعته سوره واحده والصورة الواحده جمعتها الايه الواحده والايه الواحده اجتمعت في كلمه واحده والكلمه الواحده اجتمعت في حرف واحد وهذا الحرف اجتمع سره ومعناه في نقطه الباء انا اعرف او سمعت ان هناك ان عندنا مخطوطا في مراكش كتاب بهذا المعنى كتاب كله يدور حول هذا ولكن هذا فعلا يوصلنا الى السؤال عن قضيه القران والمعنى لان هذا يوصلنا الى ان القران لم يعد له معنى بالمره لان اذا جمعناه من كذا الى كذا الى كذا الى ان نصل الى طبعا المخطوط اللي في المغرب كتبه صوفي فهو مفهوم يعني هذه الشطحات وهذه الفلسفات و... الى اخره فعلى كل حال ولذلك هذا يجعلني ارجح ان نتحدث عن مقاصد العلماء مقاصد الفنانين مقاصد المبدعين لنترك مسافه بينهم وبين مقاصد الشريعه شكرا. التعليق الاخير دكتور نور الدين بسم الله الرحمن الرحيم افدنا من مداخلات الاخوه والتعقيبات والحقيقه ان الذي طرح اليوم هو لا شك انه اضافه نوعيه في ضرب من ضروب الفن الاسلامي من جهه الخط والقلم والصوره ومن جهه كذلك المعمار والعمران. علاقه هذا الحديث بما قيل من قبل الاخ جميل وبعض الاخوه في موضع الفنون في الفقه الاسلامي. واقتصر في هذا على مسحه او على فسحه في الفقه الاسلامي التي كان لها موقف خاص من الفنون ضمن اتجاه ظاهري حرفي ركز على جانب من الاشكال التعبيريه كالغناء والموسيقى ولم يلتفت الى الفنون الاخرى هذا من جهه اولى ومن جهه ثانيه لم يركز على الفقه الاسلامي في نظرته للفنون من زاويه كليه مقاصديه حضاريه ومعلوم ان الفقه الاسلامي في اصله هو العلم والفهم والافهام وهو قيل كذلك بان الفقه هو العلم بالاحكام بمدركاتها الجزئيه والكليه واول ما اطلقت عباره الفقه في العصر التدويني الاول كان يراد به الفقه الاكبر ومقاصد الشريعه واصول الدين واسرار التشريع واسرار الخلق ضمن الرؤيه الاسلاميه الكليه والجزئيه للفنون وللانسان والخلق وما الى ذلك. لكن سيروره هذا الفقه عبر التاريخ شهدت تراجعا ما في ظرف ما وفي بيئه ما الى ان اصبح الفقه في جانب منه يطلق على المحفوظات وعلى بعض الاحكام المجرده عن اصولها وعن مناطاتها، لكن هذا لا يلغي المشهد الاخر او الفسحه الاخرى للفقه الاسلامي في تلبسه بالفنون. باعتبار ان الفنون هي موضوع للفقه الاسلامي هي موضوع للتكليف الشرعي اتسعت دائرتها او تقلصت بدءا من الخط والرسم والصوره وصولا الى العمران الى هندسه الكون الى القوانين الفيزيائيه وما الى ذلك التي قيلت هذا اليوم فموضوع العمران الاسلامي مثلا وموضوع العماره الاسلاميه تناط بها كلمه الفقه بمعنى الاحكام وان كانت هذه الاحكام حلال وحرام الا انها ايضا احكام مواقف ومواقع وتوظيف وفعل وتطوير وتنميه وتثمير وما الى ذلك مما تدل عليه كلمه الفقه. وعلاقه العمران والفقه والمقاصد علاقه عضويه وصميميه. واحد العلماء يقول لماذا تطورت المقاصد مثلا في او لماذا تطور العمران في الاندلس او لماذا تطورت المقاصد في الاندلس بناء على العلاقه الجدليه بين المقاصد وبين العمران انطلاقاً من الفقه لان الفقه هو الاحكام المتضمنه لمقاصدها نحن لا لا ننسى كذلك ان تراجع منظومه الفنون بالنسبه الى الفقه في الجانب السلبي لا اقول في الجانب الاخر الجانب الكلي والحضاري والمقاصدي تراجع منظومه الفنون المتلبسه بالفقه في جانب ما ليس سببها الفقه فقط كذلك سببها الوضع العام والوضع السياسي وما وقعت فيه دائرة الفنون من تراجع كما وقعت دائرة السياسة من تراجع، دائرة الإدارة، دائرة الدراسات الاجتماعية والإنسانية وما إلى ذلك كل هذا سببه وضع مركب من الأسباب والمشاكل والتحديات والإكراهات في الحاكم وفي المحكوم وفي البيئة وفي الآخر والذات وما إلى ذلك. المهم أن الفقه الإسلامي في مساحة كبيرة قديما وحديثا يمثل وعاء معرفيا ومنهجيا كان له موقف من الفنون باعتبارها مرادا للخالق مقاصد مصلحة المخلوق مقاصد فعلا إنسانيا تناط به الأحكام التنزيل بعد ذلك يعود إلى أصحابه وهذا الذي تبين من خلال الفقه هو والعمران والفنون حبيت نبين هذه النقطة زيادة للإخوة وتفاعل مع ما قيل مع انه ما قيل مهم جدا حقيقه وانه فيه جانب سلبي كما اشرت شكرا والسلام عليكم